منتهم اللي موجود على الشغل. شو ايش بقى؟ ولا شو ايش بقى؟ قال انه وادو ابو جميل بطل في حدا تحرقه، كله صار شيعه. هاس دو جلد؟ شو؟ ايش براوخي جلد؟ جيب مي جلد. ايه يا حبيبي جلد، حاعطيك الجلد انا لو طبيعي. بس اني شي فاين. شموتسيش، جايتسيش، ايش هوفد؟ شوي من قصدي. ايش هوفد؟ طب ليه؟ لا فيرد اي نيم البوكس خليتك روق شوي ما شايل لك يون انا كمان ليه ما اعطيك يون يون هون قد ايه اوف فيدرزين شفانشتايجر شو هذا؟ شو هالمركبة اللي متجوزة ولا؟ شو هذا؟ شو عم تشتي؟ ما هو تغرق المركبة اللي راحت؟ هي بقى تغرق بالشتا هي بدها تسونامي هذه هلا بدري؟ بتقشطك مصرياتك ولا؟ أهلين على مين؟ أنا تركت لها اللي بالجيب يا أخي شلت شيء الباقي على جنب ليلى ومظهر صاحبتي طهر تيدا Hello Tida, where are you? I want to sleep with you. I'm very hungry. Hungry? You laugh me, make. Yeah, me no money. I am the money, really. You sell my fish. شو جنسيتها عراقية؟ عراقية على مكان انجليزي بتطلع عراقية تذكر بوزك شوي بس. يس مي يو 6 اوكلوك شو جنسيتها؟ يا عمي عرق اسيا واصيل بس سكر بوزك بخلص معك يس سي يو هاني باني يلا باي باي ايش بقول تخون مرتك مع الحلفاء ولا بدري؟ بلا فلبينية عمل لك انا فلبينية كانوا من الحلفاء بعرفني بس ما انت مسميها تيدا لك ايه مسميها تيدا لانه اسمها الفلبيني طويل كتير مش هحفظه عرفت كيف؟ فبعيط لها تيدا وفي واحد تاني اسمها بيكانتو هيك عشان ما ضيع بيناتهم يعني انت مسحبهم يعني لانه مصروفهم خفيف يعني؟ عطت هدمان بس مش ملاحظ انك عم تهين المرة بهالتصرفات يا بدرة هلا انا على دوري صرت اهانة للمرة هلا اذا انت بتقوم تنزل على الشارع لهون عنا بالحي بتلاقي 10 15 فلبينية عم يمشوا كلاب بالشتا تحت بعز دين الشتاء ليه؟ لأنه المرة اللبنانية بقى تقعد بالباب بدها تدفى لأنه ما في الفحة الهواء لأنه نو جربتها خلص بتتسنج رقبتها بتعطل ثلاث أربعة أيام يعني مثل ما بيقول المثل أنت جيب البقرة وأنا بحلبها شو هالمثل هذا؟ مثل وطلع براسي هلا ما تكبسني لك يا زهير بدرة كيما سؤال بدرة شو بدك؟ أنت ولا مرة مصاحب لبنانية شو؟ ولا مرة مصاحب لبنانية أهلين مش قد المقام يا خيي اللبنانيات مش قد المقام ولا انا مش قد المقام انا فيي للبنانيه انت فيك للبنانيه ولا نحن فينا للبنانيه ولا اللبنانيه بدها مين يسهرها مين يظهرها بدها شاب حلاوه عنده عضلات عنده وجه عنده جولاين مش وجهه بيخلص هون يا خيي انا وجهي بيخلص هون انا وصلت لهون والباقي عجن عرفت شو يعني كيف بدي لك اياها بدها واحد بلا مخ يا خيي يتبقى القعدة على مستوى يعني هو يسألها أنت كيف البوتوكس تبعك هي تقول له أنت كيف عضلاتك عرفت كيف؟ هذا كيف بيولع هذا؟ كيف بيولع؟ عيط لي لمرزوق يا أخي عيط لي تخليه يولع لي هذا الغاز هلا المرة اللبنانية بلا مخ يا بدرة ولما أنا قلت لك إنه هو كمان بلا مخ أنت ليه صاير مقصر بشارع بداره يا أخي؟ حكي حمولة ومعنى ولما أنا ما بدي أقنعك أنت اللي كبسني لهون أنا عم أقول لك إنه هن اللي عندهم مخ بيبقوا قلال نوادر ما بيظهروا يا أخي خي بس المرة اللبنانية مرة حلوة وفهمانة ومثقفة وانتبندنت وسترونج كل هول لحتى ما اقول انها مزة وطيبة وفرفوشة لانه في جماعة عطينا على المفرق بيقبض دولار ليش انت مصاحب لبنانية ولا؟ انا خاطب الحمد لله لبنانية؟ الضاحية حتى ما تخبى ورا اصبعنا لانه مش كل لبنانية بفوتوا على الضاحية لانه في جوا وحش سارق الاميرة بيروت وبده ينفي المسيحية ولا كل الضاحية بيظهروا على لبنان مع انه منطقة حلوة يعني بيقولوا بس خي بتشبهناش وقديه لك خبطها؟ خبطها؟ شو سيجارة هي ولا بدرة؟ جاوبني على سؤالي، أنت قديه لك خبطها؟ يا خيي لك خبطها 7 سنين شفت أنك خبطها؟ لأنه الخطبة متعارف عليها، أبو 3 أشهر 4 أشهر سقفة 7 أشهر 7 سنين خبطها للمخلوقة، أنت لازم يتبلغ عنك أنت، لك روح رد لأهلها ولا؟ قاعد عم تشبشت فيها للمرأة، أنت هلا إذا بطلب لك نشرب بقوم حطك بالنظارة وبنزل فيك قتل للصبح شو عم تتظرفن يا عم تتظرفن وتحت لها أنت يا بدرة؟
شو انا قادر افتح لها بيت وتركها يا زلمه؟ شو بعمل؟ شو ما بجيب مصاري؟ بفتح لايف على تيك توك وكبس ابو جاسم، شير ابو جاسم، شلونك ابو جاسم؟ والله شو بعمل؟ بفتح محتوى وبصير مأكد وتهضمن وانه انا يابا المهضوم و50 دولار بالنهار و20 دولار بالنهار ومرحبا دوله، والله بجيبها لخطيبتي بفوت انا على المطبخ وبنقطع بندوره مع بعض، شو بحكي بدري جاي تفتح لي الجروحات يا زلمه؟ مرزوق مرزوق تعمل اول حيوان. ما انا ليه نازي يا خي؟ شو ناسي يا بدر؟ ما مخبرك وضعي. نازي يا بهيم نازي، عشان اقضي على هذا الجيل شو التعتول 100%، لانه هذا جيل بده يبني حضاره. هذا كيف بده يبنيها؟ بكب الطحين ولا كب الفهم؟